محمد عبد السلام ميدو قتل في يوم الانقلاع المشؤوم في كوبري كوبر. كنا عدد من سوار الساهرات في كوبري كوبر، تم اقتناصه بواسطة عسكر البرهان. نحن ما حنتهم عساكر مصيبين، نحن بنتهم البرهان شخصيا انه قتل ولدنا، انه قاعد يزعزع في امن السودانيين في هذه الايام. الليلة ما سحلوك يا ولدي، الليلة ما محلوك يا ولدي، الليلة قصوا قلبنا فيك يا ولدي، الليلة حنا نقوى الدم جلت قوى الدم يا ولدي. الحمد لله. يلا احرق قلوبه زي ما حرقوا قلوبنا، والله احرق كبده زي ما حرقوا كبدنا. فقدناه نحن وحزينين شديد جدا جدا، و الدم قصاد الدم ما بنقبل الديه.